إذا نحن إذا عندي 3 currents عم بسحبهم من الاندكشن موتور، فخليني هون أحط 3 currents. هي رح تنزل هون الثلاث terminals تبعت المحرك، وهذا المحرك هون squirrel cage induction motor عم بسحب 3 currents اسمهم IA و IB و IC، وأنا استهم هون في عندي current transform. هون كمان current transformer. وهذا current transformer ثالث. هذول 3 current transformers عم بسحبوا الكرنت IA و IB و IC. راح ارسم هلا الكرنت IA و IB و IC. IA IB IC بدي احولهم، بدي اعمل ترانسفورميشن منهم IA IB IC زي ما بدنا نحكي، كنا نحكي المره الماضيه. وعندي هذول عمالهم بلف على اوميجا، وهذه هون اوميجا اي. بدي اعمل ترانسفورميشن بين هذول IA و IB IC، بدي اعملهم الى، احولهم اسمي هذا ID، وهذا هون IQ، وهذول راح اسميهم ستيشنري غير متحركين، هذول الثابتين. راح اعمل الاينمنت، يعني بدي احول من هذا نظام الاحداثيات لنظام الاحداثيات هذا اللي موجود هون. اول شيء لازم انتبه عليه انه في عندي الاطوال، اذا نطلع على الاطوال هذول في بينهم 120 degrees in space، وفي كمان بينهم 120 degrees in time. اذا اخذت هذول الثري فيكتورز اللي موجودين هون اللي راح يعطيني اي اي، راح يعطيني BA اللي هي الفلكس ماجنتيك فلكس دنسيتي، وهذا راح يعطيني ماجنتيك فلكس دنسيتي، وهذا راح يعطيني ماجنتيك فلكس دنسيتي. في سيبريشن بينهم 120 درجه ان سبيس و120 درجه ان تايم. لو هذا كان طوله من هون اكس وهذا كان طوله اكس، او بلاش نستعمل اكس، خلينا نستعمل رمز ثاني، استعمل رمز كي سمول كي سمول كي سمول كي. ولو اجيت اطلعت بدي اشوف هلا هذا اذا كان بينهم سيبريشن 120 درجه ان سبيس 120 درجه ان تايم، بقابلهم هذول الاثنين اللي راح يكونوا في بينهم 90 degrees ان سبيس، راح يكون بينهم 90 degrees ان تايم. فبدي اشوف، بدي اعمل الترانسفورميشن من هاد لهاد. بس قبل ما اعمل الترانسفورميشن بدي اطلع على الاطوال. هذا اذا كان عندي هذول الثلاثه 120 degrees in space 120 degrees in time، راح ينشا عنهم vector او magnetic flux constant magnitude بلف بهذا الاتجاه، لكن الطول تبعه راح يكون 1.5. فلو فرضنا مثلا عندي هذا عند اللحظه لما يكون فيها هذا peak او الماكسيمم تبعه، خلينا نطلع نشوف الثانيين قديش بيكونوا. فلو جينا طلعنا هون راح الاقي مثلا هذا اذا كان ال A هذا IA، وهاي النقطة اللي هو البيك عنده فيها، راح يكون عندي 120 degrees من هون، راح يكون البي هذا اللي هو متأخر 120 درجة عنه، متأخر 180 درجة عنه، راح يكون عند هاي النقطة. فلو رجعت لهذه النقطة من هون راح يكون في له هاي القيمة، وبعدين نفس الاشي بالنسبة للثاني راح الاقي بكون عند هاي النقطة اللي هو السي، وهذا البي راح لهم الاثنين بكون عند هاي النقطة، وبتكون بدها تكون القيمة تبعتهم اللي هي بتكون ساين الستين وكوساين الستين، ساين الثلاثين وكوساين الثلاثين. فراح يكونوا هذول الاثنين عند النقطة هاي بهذا الشكل وبهذا الشكل من هون. فراح يكون هذا يعطيني من هون، يعطيني ربع القيمة من هون، وهذا يعطيني ربع القيمة من هون، ربع هاي. فهذا راح يعطيني الطول اللي راح يطلع من هون راح يكون 1.5. بدي اتأكد ليش ربع من هون، بس أظن بيطلع هذا الطول اللي من هون، بيطلع هذا طوله من هون 1.5. فبكون هذا روتيتنج على 1.5، فالطول هذا تبعه بهذا الشكل. فهذا لما يطلع 1.5، هذا لو صار يلف من هون، واحد منهم كوساين وواحد ساين، لما يكون هذا ماكسيموم 1 راح يكون هذا طوله 0،
لما يكون هذا طوله 0 راح يكون هذا ماكسيمم 1 وان بتوين راح يكون عندي كوساين او ساين ال 45 فمثلا عند النقطه هاي راح يكون هذا مثلا كوساين 45 درجه وهذا هون ساين 45 درجه قديش كوساين ال 45 وساين ال 45 واحد على جذر الاثنين بصير عندي اذا جمعت اخذت من هون واحد على هي هذا هيك واحد على جذر الاثنين واخذت هذا واحد على جذر الاثنين حتى اطلع طول هاي الدائره اللي لافه هون راح تكون واحد على جذر الاثنين تربيع زائد واحد على جذر الاثنين تربيع تحت الجذر وتساوي واحد على اثنين زائد واحد على اثنين تحت الجذر واللي هي بتصير جذر واحد على واحد وتساوي واحد فهاي الدائره اللي راح تطلع هون راح يطلع الطول تبعها واحد وهاي الدائره اللي بتلف هون راح يطلع الطول تبعها واحد ونص اذا لازم حتى هذا يتساوى مع هذا اضرب هذا في لازم اضرب هذا في 2 على 3 حتى يساوي هذا لانه هذا واحد ونص هو 3 على 2 فهذا طوله واحد ونص 3 على 2 لازم اضربه في 2 على 3 حتى يساوي هذا الكلارك ترانسفورميشن أعمل التحويل من هاد لهاد لازم أضرب 2 على 3 في IA IB IC هلا بتبين أوضح 2 على 3 من وين إجت